بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتابع مع مصحف القرآن تدبر وعمل، ومع الصفحة الثالثة من الجزء الأول سورة البقرة. معاني الكلمات: قوله تعالى: ختم الله أي طبع الله، غشاوة أي غطاء، مرض شك ونفاق، يعمهون يتحيرون ويعمون عن الرشد. الوقفات التدبرية: قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. السؤال: كيف يحصل الختم على القلب؟ قال ابن كثير رحمه الله: الذنوب إذا تتبعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ثانيا: لماذا خصت هذه الأعضاء بالختم والتغشية؟ الأعضاء هي القلوب والأسماع والأبصار. ثم يقول السعدي رحمه الله: ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، فقال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم، وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منع ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم. ثالثا: الوسائل السمعية والوسائل البصرية، أيهما أكثر أثرا في البشر؟ أيهما يؤثر في البشر من الآخر، السمعية أم البصرية؟ يقول ابن عاشور رحمه الله في تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن: دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر، فإن التقديم مؤذن بأهمية المقدم، وذلك لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل، وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع. رابعا: في مقدمة سورة البقرة وصف الله تبارك وتعالى أحوال المؤمنين بأربع آيات، والكافرين بآيتين، والمنافقين ب13 آية. فلماذا؟ يقول ابن كثير رحمه الله: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة سبحانه وتعالى. خامسا: ما أهمية معرفة المسلمين لأحوال المنافقين؟ يقول ابن كثير رحمه الله: نبه الله سبحانه وتعالى على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر، وهذا من المحظورات الكبار. سادسا: ما سبب حلول المرض بقلوب المنافقين؟ قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال القرطبي رحمه الله: في قلوبهم مرض، أي بسبب أي بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها. وقوله تعالى: فزادهم الله مرضا، أي وكلهم إلى أنفسهم وجمع عليهم هموم الدنيا، فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام الدين، ولهم عذاب أليم بما يفنى عما يبقى، والذي يفنى هو الدنيا، والذي يبقى هي الآخرة أو ما تقدم للآخرة. وقال الجنيد: علل القلوب من اتباع الهوى، كما أن علل الجوارح من مرض البدن. سابعا:
كيف تشترى الضلالة بالهدى؟ قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يقول السعدي رحمه الله: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي رغب في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة. وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن. التوجيهات: أولا، المعصية قد تكون سببا لأن يختم الله على القلب فلا يستطيع الوصول إلى الحق، قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ثانيا، فصل الله أحوال الكافرين في آيتين وأحوال المنافقين ب13 آية، لأن خطر المنافقين أشد من خطر الكافرين، فالمنافقون ينخدع بهم عوام المسلمين. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثالثا، من صفات المنافقين احتقار الصالحين والتقليل من شأنهم. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. العمل بالآيات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بما نعلم. رقم واحد، بين لمن حولك الخطورة والأكاذيب ممن يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق المرأة وهم يريدون تحرير الوصول إليها. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثانيا، استعذ بالله من النفاق. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعوذ بالله تعالى من ذلك. ثالثا، ادعو اليوم بأن يكفي الله الأمة شر المنافقين. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا، والحمد لله رب العالمين.